تخيل ان رئيس او نقيب اي نقابة مش عضو اساسا فيها. دي المفاجأة اللي طلع بيها نقيب الموسيقيين السابق منير الوسيمي في برنامج القاهرة اليوم مع الاعلامية نانسي مجدي، ووضح السبب فيها ان في سنة 2010 تقدم مصطفى كامل باستقالته للنقابة علشان يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب، وغير في بطاقته الشخصية خانة الوظيفة من موسيقي لعامل علشان يترشح لفئة العمال، واستعجب وقتها جدا لما لقى رجع تاني في النقابة وكمان اترشح وبقى نقيب الموسيقيين مكان النقيب السابق هاني شاكر. ده غير ان الوسيمي قرر يفضح مصطفى كامل وكشف عن سرقته لأغنية الحب الحقيقي اللي كتب كلماتها لمحمد فؤاد وكسرت الدنيا لما نزلت سنة 98، والأغنية اتسرقت من أغنية بنفس الاسم كان كاتبها الشاعر الكبير صلاح فايز. وقال الوسيمي انه كان ساعتها ماسك منصب رئيس الملحنين والمؤلفين وشاهد بنفسه على طرد مصطفى كامل من النقابة لانه جاي في الوقت ده بيطلب يكون عضو فيها، ولما عرف صلاح فايز قام بطرده بسبب سرقته للأغنية. وقال الوسيمي في تصريحاته المثيرة ان النقابة عاوزة تنضف ومحتاجة رش، لكن طبعا علشان حق الرد مكفول طلع مصطفى كامل وقال انا مش هسكت على كلامك وهتتحاسب على كل كلمة قلتها، ما هنا مش كل ما نملك شوية تصحى ترسلك كلمتين تظهر بيهم وفاكرني هسكت لك وكل كلامك ده مش فارق لي. وقال ان الوسيمي كان لسه منزل دعم لي من يومين ومردش عليه لان هو في العادة ما بيحبش يرد عليه. وكمل مصطفى كامل كلامه وقال قال انا عارف ان هو بيعمل كل ده علشان نقيب فرع طنطا وكفر الشيخ وعضو عامل قدم في شكوى ضده من شهر ولسه متحول للتحقيق، وكشف عن قرار الاحاله اللي ابتدى بتاريخ 9 مايو واللي متقدم من اعضاء الجمعيه العموميه وانه تحدد له جلسه بتاريخ 30 مايو للتحقيق. يعني دلوقتي نصدق مين فيهم؟